مساء الخير. هل تميز التاريخ بالتسامح بين الأديان والطوائف؟ وهل يعتبر الدين ظاهرة ثقافية؟ هل الأديان البدائية كانت أكثر تسامحاً؟ أسئلة أطرحها على ضيفنا الباحث السوري فراس السواح. أهلاً بكم. فراس السواح باحث سوري ومؤرخ متخصص في تاريخ الأديان وعلم دراسة أساطير الشرق. عمل أستاذاً لتاريخ أديان الشرق الأوسط في جامعة بكين للدراسات الأجنبية، كما دأب على الكتابة في الصحف والمجلات السورية منذ العام 1958، ونشر أبحاثه الأولى في مجلة الآداب اللبنانية عام 1960. صدر له أكثر من 26 كتاباً عن الأساطير والتاريخ وتاريخ الأديان، من أبرزها مغامرة العقل الأولى ولغز عشتار والقصص القرآني ومتوازياته التوراتية والإنجيل برواية القرآن. كما أصدر من بكين بالتعاون مع الدكتور تشاو جينغو كتاباً باللغتين الصينية والعربية عن الحكيم الصيني لاو تسو، وساهم في كتابين باللغة الإنجليزية صدرا في بريطانيا، هما أورشليم بين التوراة والتاريخ وجدليات إسرائيل القديمة وبناء الدولة في فلسطين. تم تكريمه عدة مرات في سوريا والأردن تقديراً لجهوده في دراسة التاريخ وعلم الأساطير. إذن أرحب بكم وبضيفي في هذا اللقاء الباحث السوري الدكتور فراس السواح. أهلاً وسهلاً دكتور فراس. أهلاً مرحباً. اسمح لي بداية أريد أن أسألك السؤال اللي ربما طرح عليك من قبل، ولكن لمشاهدي حديث العرب أريد أن أطرحه مجدداً، وهو ما أهم القراءات أو التجارب أو الخبرات التي شكلت فكر أو اهتمام فراس السواح؟ منذ مرحلة الدراسة الثانوية كنت مهتماً بقراءة التاريخ وقراءة الفلسفة. أعتقد أنني مدين لهاتين المنظومتين المعرفتين، التاريخ والفلسفة. والفلسفة بفترة التأسيس كنت مهتم بالتاريخ وبالفلسفة، وكتبت أبحاث في وقت مبكر جدا، يعني كنت في المرحلة النهائية من الدراسة الثانوية، نشرت دراستين في مجلة الأداب اللبنانية التي كانت مجلة رائدة في ذلك الوقت وأشبه. وأنت في المرحلة الثانوية؟ في المرحلة الثانوية. الدراستان كانت في الفلسفة، يعني كنت في ذلك الوقت ميال إلى الفلسفة الوجودية والكتابات الوجودية، فكتبت دراستين كنت في آخر سنة من المرحلة الثانوية. بعد ذلك اجتذبني تاريخ الدين، يعني التاريخ والفلسفة وتاريخ الدين تبقى هذه المنظومات المعرفية ضمن فئة واحدة لأنها متداخلة ومتبادلة. لكنك ربطت في جوابك بين التاريخ والفلسفة، يعني في ظنك لو قرأ أحدنا التاريخ لوحده أو الفلسفة لوحدها ربما المسار أو المساق أو التوجه يكون مختلف؟ لا ضروري مرتبط، يعني هي كل المنظومات المعرفية مرتبطة ببعضها، لكن مثلا الفلسفة جاءت في لحظة فاصلة من تاريخ البشرية وأثرت على التاريخ الفكري وعلى التاريخ بكامله. كما هي طبيعتنا في حديث العرب نستعرض مع ضيوفنا دائما بعض الأفكار، بعض المقولات، بعض الأطروحات من باب التي طرحها الضيف، يعني من باب أن نشرك المشاهد والمستمع في فكر ضيفنا. تقول: لقد علمتني دراسة تاريخ الدين حقيقة خافية على معظم الناس، وهي أن هذا التاريخ قد تميز بالتسامح بين الطوائف والأديان التي كانت تقبل بعضها بعضا بشكل تلقائي. أريد أن أسألك عن بعض الأمثلة، لأنه ذاكرتنا التاريخية مشحونة دائما بصراع بين أتباع الأديان المختلفة. تاريخ الدين لم يتميز بالتسامح أبدا، يعني يجب أن نميز بين مرحلتين في تاريخ الدين.
مرحلة ما قبل الأديان التوحيدية ومرحلة الأديان التوحيدية. التعصب وعدم التسامح ظهر تاريخيا مع ظهور الأديان التوحيدية. قبل الأديان التوحيدية عندما كانت كل مدينة تعبد إلى أو أكثر من إله في كل قرية إله، كان هناك تسامح لأنه لم يكن هنالك إله للشعب. الآلهة لم تكن آلهة شعوب، كانت آلهة أمكنة، فكان لكل مدينة إله، لكل قرية إله. كون هذا الإله لهذا الشعب أو أعطيت مسؤولية نشره لهذا الشعب كما حصل في الإسلام، يبدأ التعصب، يبدأ عدم التسامح. وجود آلهة متعددة يعني بالضرورة وجود التسامح. عندما تؤمن بإله واحد هذا يجر بالضرورة التعصب وعدم التسامح. نعم. لأنك أنت وحدك الذي تملك الحقيقة، وبقية الشعوب أو بقية العبادات والأديان لا تملك هذه الحقيقة. ولكن هذه الفكرة موجودة قبل الإسلام، يعني كانت الأديان الإبراهيمية تؤمن بإله واحد بشكل واحد. نعم، أنا قلت الأديان التوحيدية. الأديان التوحيدية لا 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 أقصرها على الأديان الإبراهيمية. الأديان التوحيدية أضيف إليها الزردشتية والمانوية، الأديان الإيرانية الرئيسية، هذه أديان توحيدية وبشروا بها أنبياء، وهؤلاء الأنبياء قالوا أنهم تلقوا وحيا من السماء. يعني ما ينطبق على ما ندعوه بالأديان الإبراهيمية ينطبق على الأديان الإيرانية طبعا، الزردشتية والمانوية. نعم. تقول أيضا الدين هو ظاهرة ثقافية، وكل دين ينشأ في حاضنة ثقافية معينة تطبعه بطابعها. لو يعني نشرح في هذه الفكرة، يعني خليني أستحضر مثلا لمجرد الشرح، يعني عندما نزل الوحي على محمد، ومحمد عربي من جزيرة العرب وفي مكة، لو أن الله أنزل نبيا، أنزل الوحي على نبي في الصين، هل كان القرآن سيكون هو نفسه، يعني القرآن الصيني هل كان سيكون مثل القرآن العربي؟ طبعا لا. يعني التأثر بالمكان والثقافة والتاريخ طبعا. نعم. يعني كل دين نعم. المؤسس الدين ينقله، إذا كان هنالك وحي، مؤسس الدين ينقله إلى قومه وفق الثقافة السائدة، فيستخدم القصص المعروفة، يستخدم الأمثال المعروفة، يستخدم أساليب التعبير المعروفة لكي يوصل رسالة هذا الوحي. إذا كان هنالك وحي، هذا الوحي عندما يتحول إلى نص، إلى كتاب مقدس، يجب أن يكون مصطبغ بالثقافة المحلية. يعني عندما إذا جاء نبي إلى الصين بوحي من الله، لن نجد فيه عاد وثمود، ولا نجد فيه بني إسرائيل ولا إبراهيم، سنجد فيه لاوتسو كونفوشيوس. هو النبي يستحضر ثقافته الخاصة من أجل نقل الوحي أو ما تلقاه من الوحي لله. نعم. كيف هذا معنيه ب نعم نعم مفهوم. كيف أثرت أو كيف أثر المشروع السياسي على فكرة الدين، يعني حينما تحول إلى فكرة دولة وإمبراطورية وفتوحات، كيف أثر هذا على جوهر الفكرة الأصلية من الدين؟ مرحلة الفتوحات، دعني أقول لك، لا أخذ الدين الإسلامي مثلا، من دراسة القرآن الكريم، من دراسة شخصية محمد بالقرآن الكريم، لأنني أنا لا أثق لا بالحديث ولا بالسيرة،
إذا أردت أن أتعرف على محمد أعرفه من من النص القرآني. لا يبدو لنا بوضوح رغبة محمد في إقامة إمبراطورية. من الذي قام بمشروع الإمبراطورية؟ أبو بكر. وقبل أن يقوم بمشروع الإمبراطورية قام بحروب عنيفة لم تشهد لها الجزيرة العربية مثيلا، فيما سمي بحروب الردة. حروب الردة، نعم حروب الردة. وأبو بكر هو الذي بعد حروب الردة ابتدأ الإمبراطورية. هناك من يبرر أو يشرح أنه خوفا بعد وفاة النبي، خوفا من أن تتفكك الفكرة ويندثر يعني هذا الشكل من أشكال الوحدة بين العرب في الجزيرة العربية، كان للقائد العسكري أو السياسي أن يفعل ما حدث وقتها. هذا تبرير ضعيف يعني، أو قراءة سياسية ربما. يعني هلا هو لدينا قانون في التاريخ، وهو أن أي مملكة تصل إلى درجة معينة من القوة تتحول إلى إمبراطورية. وبعد حروب الردة أبو بكر وجد نفسه على درجة من القوة تمكنه من التوسع، فبني الإمبراطورية هو أبو بكر. محمد لم يفكر قط في بناء إمبراطورية. إذن تقول لا تثق لا بالحديث ولا بالسيرة، في أي معنى؟ الحديث موضوع والسيرة مليئة بالأخطاء التاريخية. السيرة لا تعطينا صورة ناصعة وواضحة عن الرسول، لا سيما في الفترة المدنية. في الفترة المكية معلوماتنا عن الرسول خلال 13 سنة صفر، لم يصلنا من الفترة المكية سوى 8 روايات فقط. إذن في القرآن، ولذلك يعني 13 سنة لا نعرف عن محمد شيء تقريبا، لا نعرف شيء. إذن في القرآن الكريم فكرة الدولة أو الإمبراطورية ليست موجودة. ليست موجودة، لا قطعا، لا 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 قطعا. ربما جئنا للتوسع في هذا الموضوع في الحلقات التالية. نعم. لكن قطعا الوحي لم يحث محمد على نشر الإسلام بالسيف قطعا، هذا مؤكد. جميل. طيب، وبناء الإمبراطورية يتطلب السيف. نعم. ثم لاحقا استخدم الدين كأيضا وسيلة من وسائل الإقناع والتوسع في بناء الإمبراطوريات. طبعا. طيب، تقول لا يوجد في رأيي أديان حقيقية وأخرى زائفة، فكلها طرق تؤدي إلى الله وأشكال متنوعة تقود إلى معرفته. أيضا أريد منك توضيح لهذه الفكرة. يعني الدين موجود، متى ظهر الدين؟ دعني أتوسع في الإجابة قليلا. تفضل. هل كان الإنسان بدون دين في يوم من الأيام؟ لا، الإنسان لم يكن بدون دين. إشباه الإنسان التي سبقت الإنسان في مرحلة من المراحل كانت بدون دين. في 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 وقت ما ظهر الدين. متى ظهر الدين؟ ظهر الدين عندما توصل الإنسان إلى فكرة واحدة بسيطة جدا ومعقدة جدا في الآن نفسه، وهي أن الوجود بأكمله بكليته ينقسم إلى مستويين: مستوى مادي معاين ومنظور، ومستوى غيبي غير معاين وغير منظور، أي مقدس ودنيوي. عندما قسمنا الوجود إلى مقدس ودنيوي ظهر الدين. هذا التعريف للدين ينطبق على كل الأديان من أقدمها وأكثرها بدائية إلى اليوم الحاضر، ينطبق على كل الأديان. المستوى الغيبي
يتصل بالإنسان أو لا يتصل بالإنسان؟ نعم. هذا السؤال. كيف كان القدماء يتصلون بالمستوى القدسي؟ هناك لديهم وسائل كثيرة لعملية التواصل من خلال الطقوس والشعائر كان يحصل اتصال. يعني التواصل بين الإله والإنسان كما تتواتر الشهادات على ذلك موجود عبر التاريخ. ولكن من كان البادئ بالتواصل، هل هو الإنسان أم الإله؟ يعني هل الإله تواصل مع البشر أم البشر حاولوا التواصل مع الإله؟ وهذا التواصل كان شيء ملموس أو هي فكرة نفسية لدى؟ أنا أصف، يعني أصف هذه الواقعة. نعم. يعني الوحي كما سنتوسع فيما بعد على ما أعتقد، الوحي مسألة لا يمكن إثباتها ولا يمكن نفيها. والأنبياء حالة خاصة، يعني لا يمكن أن نضع الأنبياء في زمرة واحدة مع بقية البشر أو المفكرين، هم زمرة خاصة. نعم نعم. تلقوا وحيا، قالوا أنهم تلقوا وحيا، أنا لا أستطيع لا أن أنفي ولا أن أؤكد. بالمقابل هنالك أديان لم تقوم على أساس الوحي. يدعونها بالأديان الوضعية. أنا لا يوجد عندي مثل هذا التفريق، سواء وجد الوحي أم لم يوجد الوحي الأديان موجودة. تقول أنا لا أدعو إلى نصف الموروث وإنما إلى تجاوز مرحلة الجمود التي وصل إليها الفكر الديني وإلى إعادة فهم النصوص المقدسة بما يتلائم وروح العصر. طبعا بعض مقولاتك قد يفهم منها نسف الدين بشكل هام، مثل يعني بشكل كامل، مثل قولك الدين ظاهرة ثقافية أو الأسطورة مكون أساسي للدين. كيف يمكن الجمع بين كل ذلك؟ هنا كثرت الأسئلة. طيب دعنا نجزئها. طيب أولا أنا لا أدعو هنا إلى نسف الموروث وإنما إلى تجاوز مرحلة الجمود التي وصل إليها الفكر الديني. الجمود طبعا، الجمود الفكر الديني عمره أكثر من 1000 سنة. ما أعني بجمود الفكر الديني عدم الإبداع. يعني نحن دائما إذا أردنا أن نسأل رجل دين عن مسألة من المسائل ماذا يقول لك؟ يقول لك قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. يعني لا يوجد تجديد، نحن دائما مرتبطون بالماضي، الماضي يسيطر علينا، وبالتالي أي تجديد يجب أن ينبع من فكرة واحدة وهي الخلاص من سلطة الماضي، الخلاص من قدسية الماضي. هذا جوابي على سؤالك. طيب بس يعني أعود معك إلى سؤال عن فكرة الدين ظاهرة ثقافية أو الأسطورة مكون أساسي للدين، هل هذه تنفي وجود الدين؟ الدين ظاهرة ثقافية، قلت لك لماذا أعتبر الدين ظاهرة ثقافية؟ هو ظاهرة ثقافية سواء كان هنالك وحي أم لم يكن هنالك. نعم. وحي أن إذا كان هنالك وحي كما قلت سوف يتم إيصال هذا الوحي من خلال الثقافة الشائعة. نعم. المعروفة. يعني نعم. وجبت مثال عن النبي الصيني والنبي. نعم. العربي. نعم. وهو ظاهرة ثقافية بالنتيجة. نعم. علينا أن نرفض صيادة دين واحد. أنت قلت حينما كانت الأديان مرتبطة بأماكن أو مدن أو قرى كان هناك تسامح أكثر. علينا أن نرفض صيادة دين واحد، حدثنا أيضا عن هذه الفكرة بتوسع لو سمحت. نرفض صيادة دين واحد، هذا ما أوصانا به الله تعالى. كيف؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لكن هنالك أمم. تكرر هذا الموضوع.
التقديم تحدثها يا أيها الناس أن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا تعملوا صداقة بين بعضكم أن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هو تقوى في يعني في القرآن الكريم لا يوجد دعوة للسيادة الدين واحد، هنالك أديان وهذه الأديان بالنسبة للقرآن الكريم تختلف بين أديان شرك وأديان إيمان. الشرك معروف، أما الأديان الإيمان فهي الإيمان بالله إلها أوحد والعمل الصالح. من آمن بالله إلها أوحد وعمل صالحا أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضحة. إذن القرآن لم يدعو لسيادة الدين واحد، يعترف بالأديان السابقة عليه، يعترف بقيمتها، يبشر أهلها بأنهم سوف يلقوننا سوف يلقون جزاء حسنا في الآخرة. طيب بعيدك إلى فكرة أنه أنت لا تثق بالحديث ولا بالسيرة، لماذا في عصرنا الراهن كثير من الجماعات الدينية تقريبا يعني حضور النص القرآني ليس بذات قوة حضور الأحاديث والتاريخ والسيرة اللي فيها كثير ربما من التزوير؟ يعني دعني أستحضر مثلا عن عدم ثقتي بالحديث في الآية التي تقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم. الحديث يقول سئل رسول الله أين تذهب الشمس عندما تغيب، فقال تذهب الشمس وتسجد عند قدمي عند الخالق حتى يأذن لها بالشروق مرة ثانية. هذا الكلام قيل في القرن في القرن السابع الهجري. طيب دعني أستحضر ماذا قاله البابليون قبل ذلك بألفي سنة في ملحمة جلجامش. في ملحمة جلجامش هناك تفسير علمي قريب جدا من تفسير الكروية الأرض، أن الشمس عند الغروب تنزل في فتحة ثم تسير في مسار تحت الأرض حتى تشرق من فتحة أخرى في الشرق. تفسير علمي. انظر هذا التفسير وانظر هذا التفسير العلمي الذي ابتكره البابليون قبل 2000 سنة. نعم. ناهيك عن أن فكرة كروية الأرض معروفة كانت، يعني العلم كان توصل في ذلك الوقت وقبل 400 سنة أو 500 سنة بطليموس في الإسكندرية يعني قال بكروية الأرض. يعني وبعد ذلك إذا يعني من روى هذا الحديث في أواخر القرن الثاني الهجري أو القرن الثالث عندما بدأ جمع الأحاديث فعلا كان بعصر المأمون العرب قاسوا محيط الأرض العرب هي يعرفون أنها كروية. نعم. ولكن هؤلاء أهل الحديث وأهل التفسير بعيدين كل البعد عن مجرى التاريخ. تقول متسائلا من يستطيع القول بأن الأديان المتأخرة التي يمتلئ تاريخها بالتعصب والاضطهاد وملاحقة الهراطقة والحروب الدينية هي أكثر تطورا من الأديان البدائية التي تتسم بالتسامح؟ يعني دائما في مفهوم التطور عنا نحن فكرة التطور عندما ظهرت هي التطور من الأدنى إلى الأعلى ومن الأسوأ إلى الأفضل، لكن أنا أقول ليس التطور هو نوع من التغير وليس بالضروري أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. فالأديان البدائية في بعض نواحيها أكثر تطورا من الأديان اللاحقة وأكثر انسجاما مع حرية الإنسان وكرامة الإنسان.
وأكثر تسامحاً؟ وأكثر تسامحاً طبعاً. كما قلت قبل الأديان التوحيدية لم يكن هنالك تعصب، وبالتالي إذا وجد تعصب يوجد تسامح. أقول قبل ذلك لم يوجد مفهوم التسامح، لأنه لا يوجد تعصب. الإنسان يعيش في هذه المدينة يعبد هذا الإله، إذا اضطر لمغادرة المدينة إلى مدينة أخرى يعبد إله المدينة التي حل فيها. الفاتحون عندما كانوا يأتوا إلى مدينة ما يقدمون القرابين لإله هذه المدينة، وعندنا نصوص واضحة بهذا الخصوص. يعني الشيخ نصر الثالث عندما دخل حلب قال قدمت قربانا لحدد إله حلب. هذا هو. يعني كانت الفكرة أنه لكل مكان، لكل مدينة، لكل جغرافية هناك إله خاص بهذا المكان. طبعا نعم. وبالتالي جاء تعدد الآلهة. نعم. فهذا الإله معبود هنا، هذه الإله معبودة هنا. عندما تحولت المملكة إلى إمبراطورية ظهر إله الإمبراطورية مثلا مردوخ في الإمبراطورية البابلية، هذا إله الأسرة الحاكمة ولكنه إله بابل أيضا. فبسبب نفوذ الإمبراطورية وسيطرتها انتشرت عبادة مردوخ، لكن في المدن البعيدة عن بابل تبقى عبادة الإله المحلي، تبقى عبادة الإله المحلي على الرغم من وجود إله للدولة أو لنقل للإمبراطورية. يعني ديانة الإمبراطور هذه لا تشيع بين كل أنحاء الإمبراطورية، تبقى كل مدينة لها إلهها، ولكنها أيضا تؤمن بإله الإمبراطور. لكنه ما يقول إله هذه القرية أفضل من إله القرية أبدا الأخرى. لا طبعا. نعم. طيب دكتور فراس السواح، يعني سنكمل حوارنا في حلقات مقبلة. أشكرك مجددا، كما أشكر مشاهدي ومتابعي حديث العرب على هذه المتابعة. أراكم في الأسبوع القادم، إلى اللقاء.